السلام عليكم. في هذا الفيديو الله بدنا نتحدث عن الجيميل، يعني الجيميل اللي احنا عاملين حساب فيه على جوجل. نضغط، طبعا في معلومات كثيرة جدا راح نشرحها في هذا الفيديو، وهي معلومات مهمة ويجب يعني انك تركز في هذا الفيديو، لانه اذا في اي اشياء غلط على حسابك على جوجل فممكن يؤدي إلى ضياع معلوماتك أو إلى سرقة بياناتك. نضغط على الجيميل، نضغط على صورة البروفايل. طبعا ممكن أنت يكون في عندك أكثر من حساب جيميل، والكلام اللي بنحكيه عن هذا الجيميل يعني ينطبق على جميع الحسابات. نضغط هون على إدارة حسابك على جوجل، تجينا هاي الصفحة اللي فيها صورة البروفايل والمعلومات الشخصية، اسم البريد الإلكتروني، الهاتف، الملفات الشخصية، إعدادات الأمان وتسجيل الدخول، كلمة المرور، كلمة مرور جوجل، الأحداث الأمنية الأخيرة، فحص الأمان، الأجهزة لتتبع الأجهزة التي سجلت الدخول عليها. هذه أهم فقرة في هذا الفيديو، أرجو إنكم يعني تنتبهوا إليها جيدا، لأنه أنت راح تكتشف إذا في عندك أجهزة مش إلك، يعني أجهزة ما بتعرفها فيجب أنك تحذفها، وراح نشوف هذا الكلام خلال الشرح. البيانات والخصوصية، إعدادات السجل، التطبيقات والخدمات. نبدأ من المعلومات الشخصية، نضغط هون. هنا بيعطيني صورة الملف الشخصي، هنا صورة الملف، الاسم وتاريخ الميلاد. طبعا في معلومات أخرى، يعني معلومات يجب أنك تلاحظها وتشوفها إذا كانت صحيحة أو لا. نرجع إلى القائمة الرئيسية، نضغط على السهم. هلأ ندخل على إعدادات الأمان وتسجيل الدخول، كلمة المرور. هنا بيكتب لي حسابك قيد الحماية، تمت مراجعة حسابك باستخدام أداة فحص الأمان ولم يتم العثور على أي إجراءات مقترحة. يعني إذا في أي شيء ناقص في حسابك هو بيكتب لك هون إيش لازم تعمل. هلأ هون كيفية تسجيل الدخول والتحقق بخطوتين، رمز الأمان، يعني كل هاي الأشياء بإمكانك أنت تراجعها وتشوف إيش ممكن تعمل فيها. نرجع للصفحة الرئيسية من هون من السهم لأعلى. الأجهزة، هذا أهم شيء، الأجهزة لتتبع الأجهزة التي سجلت الدخول عليها، نضغط عليها. على هذا أول جهاز اللي هو جالكسي A31، هذا الجهاز اللي احنا بنشتغل عليه حاليا. هي كتب لك جلستك الحالية. هون في عنا كمان جهاز جالكسي J6 منذ ساعة، وجالكسي J6 أيضا، يعني هذول الجهازين مثل بعض. هلأ احنا بدنا نشوف إذا في عنا أجهزة ما بنعرفها. لاحظ طبعا كل الأجهزة اللي عندي هاي اللي موجودة هون، أنا طبعا أجهزتي. هلأ بدي أشوف إذا مثلا فرضا هذا الجهاز أنا ما بعرفه، كيف بدي أعمل تسجيل خروج منه. نضغط هون، راح يطلب منا التأكد من الهوية، طبعا اللي هو البن، رقم البن يعني رقم فتح الشاشة. طبعا ممكن هذا ما يظهر لكم، نضغط على البن ومتابعة. هلأ هذا الجهاز إذا أنا ما بعرف الجهاز هذا ومش جهازي، فبعمل له تسجيل خروج من هون. نضغط على تسجيل الخروج ويتم تسجيل الخروج. هذه أهم شغلة لازم تتأكد منها، إذا في أي جهاز من الأجهزة اللي موجودة على جهازك
فيجب أنك تعمل تسجيل خروج منها، لأنه إذا ما عملت تسجيل خروج منها معناها أنه هذا الجهاز يستطيع الدخول إلى كل معلوماتك على الهاتف. نرجع إلى القائمة الرئيسية، نضغط على السهم من هون. هلأ بندخل إلى البيانات والخصوصية، نضغط على البيانات والخصوصية. هون في عنا إذا أنت بدك توقف أو توقف بعض النشاطات على جهازك، مثلا النشاط، أنا النشاط على الويب وفي التطبيقات عامل له توقف، بعدين المخطط الزمني متوقف. إذا بدي أفعل هذا النشاط على الويب نضغط هون، لاحظ هون هلأ بيجينا، ننزل لتحت شوي بيجينا هون مكتوب لنا تفعيل، نضغط عليها وبنعملها تفعيل، هيك تفعلت. كمان إذا في أي أنشطة أخرى مثلا سجل اليوتيوب، إذا بدك تلغي سجل اليوتيوب هون مفعلة، إذا بدك تعمل له توقف برضو هون نفس الشيء بتعمل إيقاف. طبعا أنا ما بدي أعمل له إيقاف. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واللي ما اشترك في القناة أرجو أنه يشترك في القناة، إذا الفيديو إذا طبعا المحتوى عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل ليصلكم كل جديد، والمشتركين أرجو أنكم تعملوا لايك، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.